هي مقصد الآلاف بل الملايين لما تحتويه من أرث حضاري وإسلامي زاخر. سر من رأى لم يعد يسر من يرى حالها الخدمية المتردي. فمشاريع سامراء اليوم متلكئة منذ سنوات دون إتمام كما هو الحال في معظم أقضية المحافظة. مدينة سامراء هي المدينة التاريخية اللي لها عبق حضاري مدينة الإمامين العسكريين، وصلت للأسف لهذه الحال، مدينة منكوبة مشاريع وإعمار، ماكو أي مشاريع إعمار. يعني هسه حاليا نوقف أفضل شارع وأجمل شارع بسامرة اللي هو يعني بسيط جدا، ما بي أي مظاهر من الإعمار، يعني كيف ما بالشوارع البقية، يعني مدينة يعني شوارعها غير صالحة. مدينة سامراء مدينة كسائر المدن لها مخصصات، لها مبالغ طائلة وكبيرة وهائلة. نتساءل نحن كمواطنين اليوم أين تذهب هذه المليارات وهذه المبالغ. يجب التدخل والحد من سرقة هذه المليارات ومن اختفائها. اليوم المواطن يتساءل أين تذهب هذه المليارات ولماذا لم ترى على أرض الواقع. التخطيط في تنفيذ المشاريع وتنسيق العمل بين الجهات المعنية في تنفيذ معظم المشاريع هو أيضا سبب من أسباب عدم إنجاز المشاريع الخدمية. فارتباط عمل دائرة البلدية بدائرة الماء والمجاري هو واحد من أمثلة هذا التخطيط وهذه الارتباطات. احنا كبلدية نقدر كل شغلنا هذا اللي فوق الأرض هو ما بعد المجاري، فإذا استمر وانجز هذا المشروع راح يقدم لنا خدمة كلش كبيرة البلدية. راح نقدر نطور الشوارع، نقدر نطور الأرصفة، نقدر نظهر المدينة بالمظهر اللائق اللي واجب أن تظهر إليه. حاليا احنا باجتماعاتنا مستمرة مع دائرة المجاري يعني لتجنب التداخلات بالعمل بيننا وبين مشروع المجاري، باعتبار المدينة يعني 75% غير مخدومة بالمجاري، معظم الشوارع الرئيسية غير مخدومة بالمجاري. بين هذا المسبب وذاك السبب ضاع حق المواطن في أن يجد من يخدم مدينته ويؤدي أمانة إنجاز مشاريعها الخدمية، على أمل في قادم يغير الواقع الخدمي الذي يعيشه منذ سنين. نعم، هنا الواقع الخدمي في سامراء وهناك في أقضية محافظة صلاح الدين الأخرى لا شيء يضاف إلى مشاريع متهالكة وحلول ترقيعية لا تزيد الطين إلا بلة. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.